السلام عليكم اصدقائي، النهارده معاكم لعبه جديده مع ياسمينه بلاي. النهارده اللعبه عن لعبه نيبلوس، وبجد دي لعبه حلوه جدا. يلا نبدا الفيديو. هي اللعبة عبارة عن ان لو خدت دي اكبر، ولو خدتها تاني بصوا شفتوا اللي هيحصل. وفي ناس عبارة عن ناس هتكون ايه، في ناس هتكون الاول وناس هتكون التانية والتالت وهكذا. اوكي انا لسه، عشان لسه بادئة الرابعة، دايما طبعا اكون الاول فيها بساعة. شايفين زي ده انضربت فيه القنبلة، بس القنبلة عملت فيه ايه؟ خلتني هاكله. تعالى تعالى تعالى، عايز اكلك نبي، عايز اكلك عشان خاطري انا. طيب بليز هلو، سوف اكلك. او ماي جاد او ماي جاد، كلمي. يلا نبدأ اللعبة تاني. انا التانية، ايه سوري التالتة. لا ايه ده، ليه كده؟ اتصلها هعمل كده كده كده. يلا يلا، لا سيبكم من دي، دي اخطر اخطر، دي تخليكوا يعني بصي بصوا، دي جامدة جدا. بص هوريها لكم، ده مشروب هوريه لكم ازاي. شفتوا طلع خطير جدا. يلا عشان ناكلك، هناكله. ما بتاكلش يا عم الحاج ولا ايه؟ بلع. يو ايه ده، انت طلعت قد ازاي؟ لا ده بيهزر. الله لقيت قنبلة تاني، يس اخيرا يا جماعة. يوه كل ما اضرب قنبلة ما تجيش عليه. سوف لا ده اكبر مني. طب خلاص اعمل ايه؟ الله لقيت الحل، هذا ما سوف اعمله. انا شريرة. وسوري ان انا كنت متأخرة عليكم كتير، لانه كان في يوم امتحانات عشان كده ما بنزلش كنت فيديوهات الفترة اللي فاتت. يلا 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 يلا، المحلول السري. في حد هيا انه مارتكس التي قتلته من قبل. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، فيكتور. هلو فيكتور، ايها المطرقة تعال. بليز او ماي جاد، باليز يا فيكتور تعالالي. لن تقبل. ماي جاد او ماي جاد، بجد او ماي جاد، الله عليا. لا لا لا، عيب عليك، وانا خطيرة. ما هذا الجمال، ما هذا.
انت كده عصبتيني عليك، استحمل بقى، استحمل يا صديقي. بس انا متعصب تنسوني. لا يا عصبني، عايزين يعصبوني. برافو عليكم والله، انا عملت لكم ايه مفترين؟ كل حاجة وحشة بيرموها عليا. برافو عليكم يا وحشين. اي اهو اللي رمى الحاجات الوحشة. خدوا هنا، خدوا هنا. لا لا، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم بجد، استغفر الله العظيم، حرام عليكم. تعالى يا جزمة، خد هنا يا ولد، انت يا ولد. والآن ياسمين سوف تعلم هذا الولد درسا جميلا جدا. لا مش ده، هو ده باندا. او ماي جاد، او ماي جاد، نو بليز باندا بليز. او ماي جاد، او ماي جاد. سوف أكلك يا لذيذ. او ماي جاد، اتكلت. وكده يكون خلص الفيديو، يارب يكون عجبكم. متنسوش اللايك، سبسكرايب بليز، وشير والكومنت. قولوا لي اعمل لعبة ايه المرة الجاية، ويلا باي.